بيكو جدا، وبشكركم على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر Thank صدى you. البلد انها سمحت ان انا نخش بيوت مصرية كتير. Thank you. الاول هو في لبس الناس دمجت بين حفلة التخرج وبين الافتر بارتي، فاحنا لما بنيجي نستلم الشهادة انا بحس ان الموضوع ده مقدس، في وقار. احنا في الحرم الجامعي، في العميد موجود، وفي كتير من الدكاترة والاساتذة، فدول ليهم كامل الاحترام، وانا يعني العلم بالنسبه لي انا شيء مقدس، فازاي انا ابقى رايحه استلم الشهاده بتاعتي واغنيه ما شغاله؟ حاسه ان الموضوع صعب قوي، وحاسه ان الظاهره دي هي زي ما حضراتكم قلتوا كلكم ان هي انتشرت مؤخرا، هي ظاهره اجنبيه. فاحنا لما ببص للاجيال القديمه والاجيال دلوقتي بحس ان في جاب كبيره قوي، في عادات وتقاليد هل ليها هم بتنحدر. مش بس انت من حجم الجيل ده، الحرم الجامعي اللي هم فيه مش محترمينه؟ بالظبط، انا بحس ان ده اسمه الحرم الجامعي. يعني انت اتخرجتي اوريدي خلاص؟ يا سارة، انا السنه دي حفله اتخرجت. التخرج بتاعتك كان فيها كده؟ انا هم حفلتين، انا حضرت المناقشه، الحفله بتاعتي لسه ما جاتش. المناقشه كانت في قمة الوقار، يعني كلية إعلام جامعة القاهرة، أنا لما حتى اسمي بيرتبط باسم الكلية بحس إن أنا عايزة أقوم احتراما لاسم الكلية، أنا مرتبطة بالكلية بتاعتي قوي. حتى أنا يعني لما اتنادى على اسمي وطلع أخد الشهادة بكيت بشدة إن أنا هسيب الكلية وهمشي. يعني ده أنت شايفة إن الرأس لا يعني حاسه يمين ده دي حاجه بالنسبه لي انا، الصوره دي دي حاجه بالنسبه لي مقدسه، مش تعبير عن الفرحه يعني. لا خالص. يعني الفرحه ليها تعبير كتير، ممكن ايه بقى نبدا ايه لحظه واحده بس ناخد عبد الرحمن. عبد الرحمن.